ليلة بدنا نروح على غابة اسمها غابة الضفادع الخضر. هذول الضفادع الخضر بتواجدوا بس في مناطق معينة. احنا كلبنا المنطقة هاي ما لقيناش الا في منطقة واحدة. فبدنا نكشف السر ليش بس هاي المنطقة. بعدين الضفادع الخضر حلوة. بعدين تيجي سيرة الحجم، حجمها بيكبرش. طبعا المنطقة هذيك برضه فيها حياة يا بشر. جيبوا العلب، جبتوا العلب. هذه المنطقة اسمها غابة الضفادع الخضر والافاعي. اجينا قبل فترة نمسك حية هان ما لقيناهاش في من. المهم سر الضفادع الخضر انه ليش بعيش بس في المنطقة هاي، مع انه في كمان عيون مي قدام. بدنا نعرف ليش. جيب الكفات، جبتوا الكفات؟ هيوم هيوم. طيب ذهب، طول عطيته اللي تنتين كفات. طيب. بس نشوف الوقت مناسب الليلة لهم ولا لا. الساعة كبيرة. كشفوا هان. اسمع. شو هو؟ في شي خبط، شو؟ اسمع اسمع، جوا البركضوا. في اشي. سمعت الصوت؟ شو هو؟ في شي هرب. شو؟ في صوت في المي حركة. وين وينه؟ بين؟ هاي هي. هاي ضفدع اخضر صغير. بس ببينش معي. بينش هي. ابو ذنيبة لسه دنا بطالع. ببينش معي. بينش؟ وين؟ ها سامع تحت؟ صوت اشي بخبط. استنى كيف بنشوف. وقفوا بقى شوي. شوي. بينت من عندك محمد؟ انا كيف بتمشي جنب الحين؟ وين؟ هي تسبح ولا عادي؟ بدي اشوف. بين ابراهيم هي كيف؟ ابراهيم؟ مش مبينة معاي. من هان تعال. في الشباب هان؟ هاي باب، هاي باب. من هان يزيدك من الشباب. بالك اسمع في شيء في المي. هاي المي نظيفه كثير. شو المي نظيفه؟ لا المي اكثر. تفتح عندي شيء كريم؟ لا في شيء هيك جوا. تفتح هيك هاي تنح. في ضغوط طلعات. لا اذا بدي طلعات. شو ابراهيم هاي بتيجي؟ بكلوية. لا الضفادع كيف هذه البركة خطرة غميقة وسخة. إذا واحد وكي عم ناكل بطيخين منطور على هاي. هاي ضفدع هاي ولا سمك؟ هاي ضفدع. أبو ذنيبة. أبو ذنيبة من الخضر. هاي كمان واحد بس الخضر دي البركة. هاي شي كبير. هاي 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 ضفدع ولا هي مكبره؟ أخضر. شو أخضر؟ هاي الكبير. لا يا زلمة والله الكبير ضفدع أخضر. أخضر أنا شفته. أنا كو غير. سنة سنة هي أجد 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 أجد. أعطيني العصاي. وين؟ أعطيني العصاي. أجد هاي لحظة شوي. الله يطمن بك. فلتين بك وبرد طلعت. العصاي هذيك الثانية ضيعناها مش عارفين وين. هاي العصاي على الفاضي مش راح تزبط. جاهز؟ أنت وقت وقع في المي. ما أنا خايف وقع في المي. أبيع قلبة. ابعد 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 ابعد. هذه بكلوية. لا استنى شوي. ابعد ابعد. خلينا نفلتها هاي في محل ثاني. ابعد تعال. بردة. لا لا برا نبلتها برا الصوت. هي فيها كمان بركة. وينها؟ وليل. وين وين؟ وين عقرب؟ عقرب السمر. استنى شوي. ضفدع وعقرب. طيب واحد يمسك لي الحية هي يحطها بالعلبة. هات العلبة. الحي مبرد من المي. مش عارف تمشي. سبحان الله نفضى وعقرب بغار. وين بدناش نكبر؟ بدي الخضر. وعيدك ابراهيم. امسكوا هاد؟ لا تمسكوش بايدك دش. ولا واحد يمسك نفضى. اعطيني علبة للحي. وينها؟ خليها نفلتها برا برا هاي. جورك جورك امسك امسك بسرعة. العقرب العقرب. وعي قرصك وعي قرصك. تمسك امسك. لا تمسكوش هيك شراد. شراد دخل جوا. خلص دشروا دشروا. اسود. طلعت الحية. طلعت الحية. استنى شوي هيك.
الحي مبرد من المي شوي شوي. اف ريحة الحي مخضرمة من البركة، ريحتها مخضرمة. هذا الضفدع شو بدنا نعمل؟ الضفدع عادي مكتل، بس العقرب والضفدع هنا واحد لون تبع شكلها كرسيطة. تعال شوف انا بدنا بفضل مال الضفدع شكلها كرسيطة. شكلها كرسيطة ولا لا؟ هي بزرق. ايه دخل عند العقرب. كيف تبعت خش عند العقرب؟ دخل عند العقرب. يا طلع طلع سنة خلاص كرسطه ضربت العقرب. ها ضلكش ترجع الصورة وضح الفيديو مش مبين. تعالوا هون يلا مش يا ضفدع بس ليش مش طلعت الليلة بفضل الصلاة فيش ضفادع خذوا هين مع كل الوقت بدري هاي ضفدع اخضر لا لا منا شيء هذا شو وينه نفس اللي زغتنا هي لا انساك من الله صغير لا مش الاخضر هذا بدي من الخضر انا الخضر نادرات خراسي يلا سبع متر هذا البرت هذيك فيها سمك جد والله هذا من الحي عندك لا تتغزى لا لا من الفلتة وين نشوف العصاي اللي نسيناها هذيك المرة هنا اسمع ضفادع الخضر على الشجر اسمه ضفدع الشجر بطلعين على الشجر معي انت ولا مش معي دوروا منيح بيبقى صغير اخضر بتشوفوش دوروا بين الشجر بجوز مش على الشجر بطلع اسمع اضوى شوف هان مرن عليه لا بجوز شو بتلاقيه على الارض تحت الشجر حمامة حمامة شفتكم فيها يلا عندها ضفدع دوروا منيح ابراهيم خلص هاي هذا شكله ضفدعين هاي اخر واحد هذا تمتد لعين المي اللي قاعد نفس الاشي هذا الضفدع بدي اشوف هاي واحد هذا عينين بدوزره يا زلمه نفس النوع هاي ده شرد خش جوا يا زلمه جوا نزل ارفع الكيس اشوف ضلشت بير زي بير تعال شوف العصاي بس بير حاطين زي سمك وهاي لكن العصا نسيناها هاي يعني قبل اسبوع يعني واخيرا مسطر ابراهيم بقول انا وين العصا امسك ليه لكنها هاي جينا ندور حي قبل فتره هاي ما لكنها سكر الباب حطه غلبه وين هاي ادو هاي اخضر شايف معناته زي ما انا عرفت انه ضفدع الاخضر بطش وين بالليل طب لما يبكى طلع محلاه مصغره شو بده وين بطش بالليل؟ بطش تحت الشجر عشان يكسموا ضفدع شايف يا بتابع لما تمسكه بنزل اشي هيك وين؟ هاي شايف يا زلمه شو بنزل يعني بده يكون سام مش سام هذا يا زلمه بس هو مرطب طلع محلاه طبعا هو بكون حجمه صغير الاخضر ولك استنى وين بده يشرب تعال ليش اعص عليه انا افلصه استنى ضفدع هلكيت هان هذا الضفدع طلع محلاه شو بجنن بيجي عليه خط اسود لعند بطنه طويل بس كيف وانا اعرف اقول لكم انهم اكيد بطشوا بالليل عند الشجر لانهم مخفيات من عند البركه رجع ما لسه مو كبير جدا ضفادع يلا دوروا شو ابعد اشوف ايوه وينه هي كمان واحد هي كمان واحد هاي واحد وهي واحد بديروا بالكم بس من العكارم هاي واحد هاي الصغير هاي كمان واحد هذا بيختلف استنى شو وين راح هي رطة هي جبت الكزبر ايوه شرد ابعد وهي كمان واحد استنى بدي اشوف شكله هذا زي هذول ما بلش هذا يشرد هالكي استنى طلع على راسه شو عين شوف لا لا علي ابعد ما بديش افوصه انا هات حطه بعدين من عينهم اللي عليه خط اسود قاعد يهرب اسود تعال انت هذا غامق لونه هيك وين راح هي هي شو مبين هي صغار يلا هي ديروا بالكم من العكارب وين هاي هاي سقط استنى استنى شردت اسكتوا خليك جابت عليها استنى اوعى تكتم ذنبها خليك تكتم ذنبها بديش تكتم ذنبها هي قطمتها قطمتها سبحان الله طلع صور ابراهيم شوف كيف بضل ينط طلع خليه ينط حكيت ام بريس هاي بيستهينوا فيها بتكتم ذنبها حكيت عنها كثير انا بضل يتحرك عشان ايش عشان اللي بده يجي يفترسها
يلتهي في الدنب وهي تهرب. طبعا بتطلع بداله بدون اي نزيف دم وبتبني بداله، يعني هي بتبني بتعود نفسها. وهذا السر اللي لحد هالكيت العلماء مش قادرين يوصلوا له، انه كيف ام بريس. وفي كمان نوع اللي هو السمندر، تقطع اجره بيبني بيطلع اجر بدالها. تعال تعال لسه بتحرك. خذ هيك حط لي هاي ام بريس، بدها طعميها للاسود الخبيث. هاي ام بريس وين اللي العلبه؟ وين؟ شو هو؟ جندب. وينه؟ هاي هاي هاي. وينه؟ ايوه ايوه. لا هذول الجنادب الصغار دي بالك، استنى شوي. هذول زمان بكينا نشوفهم كسره، هي شايفه هذا الجندب العادي. الايام هاي مفقودات لك يوم مش الا في المناطق اللي في ضفدع. نطعم قليل في منهم. لا هاي شو هذا؟ جندب ضفدع. هاي جندب يا زلمه، هذول تعرف هذول تاخذهم اكل للعكارب. منه ديروا بالكم تبقى حيه دم حي فلسطين، تبقى نص بكمين. طلع علي افهم شوي يا زلمه، تبقى مزحش معك. تبقى نص بكمين وانت بتنتبهوش عليها مرات، انتبهوا مش مفيش مصايب. يعني هاي المنطقه، هاي الشجره، الله العليم الله العليم. صراحه ما بعرف شو بسموها. طلع اشوف حبه ما شاء الله. تقوعك سيبهاش تطلع. هاي طلع عليها صغيره. ابصر شو الشجره هاي، مش بعرف شو اسمها صراحه. ابراهيم هذا الضوء. لا رمان زي ما هي بشور. رمان؟ طب قسما بالله انه فكرت انه لسعتني عقربه. وين وين ابراهيم؟ هاي تعال خذها جمال، تعال امسك. فكرت طلع الشوك يا؟ هاي فكرت شيء كرسني. طلع الشوك ممضوض. فكرت لحظه. اوه شو هذا؟ مد ايدك انت يا زلمه. شو هذا؟ ابو بريس الصغير هاي بدي اياها. استنى لازم شربت. تعال يا ام بريس امسكها امسكها شربت. جمال في كمان وحدين بس ما في شي نط. طلع كيف. تعال هاي ام بريس، افتح لي افتح لي العلبه. لا بتطلع على صغير، تطلع منه. لا يا تمشي على هاي تطلع ولا يابا الحيطان. هاي ام بريس صغيره هاي، شوف كيف طلع دنبها. هاي دنبها، شوف من وين راح ينكتم، من منطقه معينه. ركز تقطمش تقطمش. ايوه يعني. ركز شاي من وين هاي بصير تحرك. شايف مستحيل ينزل دم، بتعود طلع بدهاله. كمان هي في دركة تحت. ما بكون حط تمام الاسود الخبيث في دركة تحت. لك هاي هاي طلبة. هاي مش بركة هاي في المي نازلة خضرة. مي طيب تلاك وين بس تعض. خلي مسكات ذنبها، خليها الناس تكتم ذنبها، نعمل عليها فيديو. هاي لا كتمطو هاي الا تكتم كتمطو. شايف ابعد كلهم بكتمين ذنابهم. هات وين العلبة؟ خلي الأسود الخبيث يوكل. دام كبرها. شو لونها؟ سودا. ابعد أشوف. تل تل هاي هاي. وهي مبريس كبيرة. استنى استنى. أنا بدك العكرب. العقربة. استنى شوي. كتمت ذنبها. بتقصني عقربة. شردت هاي العقربة. شردت. هشوف العقربة. أعطيني ملقط. كبيرة. فيش ملقط. أسود. عود عود. استنى شو بده يصير. استنى اعطيني عود. شكلها ايوه فيش معنا. شو اسمه؟ شوف تكرس قاعده. في علبه ثانيه. استنى شوي. في كمان عود. لا لا بدي امسكه. استنى استنى مش كمان عود، بدي امسكه بطريقه ما بعرف شو كرس. لحظه شوي. كرسني كرسك كرسني. استنى استنى استنى. شرد شرد شرد. اكبس عليه. استنى شوي. قاعدين يا جماعه لحظه شوي. واكل كرسك. كرسته حاميه. اوه رد لطشني كمان مره. امسكه خليش يفلت يا زلمه. هو بده يجنني عاد. انا بمسكهم من ذنابهم بس هذا كيف بطولني. برجع لورا. لحظه شوي. لا لا شرد شرد. هات اعطيني شو اسمه. هاي العلبة. اعطيني العلبة. هات كمان عود. هات كمان عود. بجنني هذا العقرب. اعطيني اياه. هو هات عود. نبعد شوف. هات عود. هات هات العلبة وينها؟ هاي هاي لازم جبنا معنا ملاقط للعكارب. اشوف الكرسة. عادي.
شفاط السم في السيارة. اه. ولا بلزمش. بلزمش. معك ربطين. لا بدي استنى شوي. لا بصك على الارض يعني. هيو هيو. وين روح؟ بقى طالع على الشجرة. هيو. متأكد؟ اه بقى على الهي. وين بقى؟ أشر لي وين. هي يعني بقى فوق راس ابراهيم. هين؟ هين. عشان هيك تسمى ضفدع الشجر. أسرار الضفادع الخضراء. طلع شو في على الشجرة هي مثلا طلع طلع. هي عنكبوت شايف؟ هيو هيو هيو. وين؟ هيو هيو هيو. عنكبوت صغير شايفه؟ يعني ملان حشرات على الشجر يعني بكره بالضفادع هاي بتوكلها الشغلات الزيات هات العلبه طعم مبرز شو فيها مبرز شو مسكر وين هاي هاي اعطيني شو صغيره هاي اسقطها خلاص تقطع ذنبها ليش فلتها امسكها بيدك عادي يا زلمه امسك امسك خلاص سقطها شو بدك فيها امسكها بيدك خليش تقطع ذنب هات العلبه اعطيني العصا الثانيه هاي امسك لا لا السكنيه اسمع اسمع العقربة بدنا نفلتها بدناش اياها بلاش تقرص الضفادع اعطيني اياها شو بدنا فيها العقربة تعال فلت خلص روحي خدك اياها ابو قيصة العقربة فلتها حط استنى شوي هي هي ملعب هي استنى 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 هي هي هاي واحد في كمان واحد هنا هات وين العلبة العلبة هاي هاي هو نفسه خليها جاهزة نفسه للنط لا وفي واحد نط ثاني افتح العلبة هات افتح لي العلبة هاي نط نزل نزل هاي طلع هذا الخضر هذول كلهم صغار دير بالك فيش منه حجم كبير ابعد اشوف ادوي هين ادوي هات هين دير بالك تبكى في حياة هين هو نفسه وينه كبير ولا صغير اشوف وين اختفى من البنوط هذا جراد هاي 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 وينه من البنوط بدي اشوف هاي. وينه البنوط هذا هذا البنوط دير بالك هذا البني هذا كرسته هذا العنكبوت كرسته بتسوي التهابات بتسوي محل الكرصه بعد اعراضه بتبلش بعد 24 ساعه شايف بتعمل محل كرسته التهابات وبتعمل سخونه فبصير بدك مضادات حيويه منه هذا النوع البني حتى هذا موجود في كل فلسطين خد صبريحه مليان برضه منه نفس الشيء يلا ما وعك امسك شوي هذا تنزل 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 طويل تنزلش مش تنزلش ما كلها خلص صيني ها شوف كيف هيا تغرق فيها هاي زي ما سلم ما هو ولا وشو هذا فيه مش مبينات شوف غوي تعال ابراهيم انت ما يفتيش تعال وين حاطين هاي نعم بينات ابراهيم ارفع ارفع طلع مع السلم ارفع شلده بس ما فيها سمك هذي الله اعلم انا شفت كرش قبل شوي وين؟ كبير ولا صغير؟ ابعد 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 وينه؟ ابعد اشوف وينه؟ وينه وينه؟ زوم خلص في المي لا تمسكوش في المي تمسكوش حط شيلك في المي انسى ما تكفي حط شيلك في المي المي وسخة هاي تعال غنيك كبير تعال ابعد اشوف رجعنا لبيت العقرب والضفدع مبين العقرب عنده؟ لا العقرب خش جوا بس خش جوا العقرب ممكن دير بالك تصير انه ما يكرصش خلص هاي الضفادع كلها نفس السيستم الضفادع نفس السيستم هاي 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 زرق تحت مي زرق بسرعه وين الحافه كمان كبير ولا صغير كبير في الارض حافه سبحان الله المي وين رامك استنى شوي وين روح هاي في مي تحت وين تحت الارض هذا بعيد شايف قديش الخزوك يكدو طلع طلع مكبره شارد تحت وين في مي تحت سرطان ولا ما هي هاي كلها عيون مي المنطقه وهذا بربيش مي بيعملوا له الشجر اضوي هنا شوف شو شيء اضوي على الشجر على الشجر جوز هاي هذا الجزل عيد هذا الجزل يلا روح جيبوا شو اسمه هاي المي
هاي جمال هيوه. آه. شفت البس واقف طلع. لا أشوف. أجيت. أخضر شايب كبروش الخضر هذول بضلوا نفس الإشي. البس وقت تطلع إشي. واحد واحد يمسكه بكفة يلا. هاد كفة. ثمنه كلتينة. شوبت أنا. هذا التين مش مستوى منيح. لا هذا منيح هذا مشككات. كفة. مسك الداو. واحد يلبس كفة و. مسك الداو. مسك هيد. لا لا مش سام هذا مسكه بيدك تخافش مسكه لا لا مش سام الأخضر انسى هذا الضفدع الشجري استنى شوف شو فيها لا مش ضفدع كان في شيء أسود شراد ضويله ضويله عليه بعرض إذا بيطلع مال كل البس بتاكل ضفادع ما ظنش بس يلعب معه ضويله هنا أشوف على التينة بلاش بكدود جوا التينة لا فيش يا زلمة أكيد تبقى مدود بهالليل وإحنا بناكل يا حبيبي مش عادي عادي نهل الرئتين ها مولان ضفادع خذوها هاي بومل تك بومل ايه يستفان بيها انه بالوعز هاي بديش اكلها لازم معي بس احنا ما نغدر خذ كلها بحبش المستو كثير اصلا انا بحبش المستو كثير كل معدود كزبر بوكل